مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية أو أي من الأطراف الداعمة لها مهما كانت الظروف. قيل هذا الكلام اليوم، تاني بقولها للمرة الثالثة، عل هناك من لا يسمع أو عل هناك من يعاني من ضعف في سمعه. تاني، مصر لم ولن تتهاون مع أي جماعة إرهابية أو مع من يدعمها تحت أي ظرف من الظروف. رفعت الأقلام وطويت الصحف، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا فصل الخطاب. ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري. هذا الكلام ليس وليد الساعة، وليس وليد اليوم، وليس وليد الأمس القريب، وإنما كان هو الخط الدائم والمستمر لوجهة النظر المصرية التي تنبثق من محددات الأمن القومي المصري في أكثر من مناسبة. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بحديث لا يقبل الجدل حول الملف الليبي. نتذكر وننعش ذاكرة المشاهد العربي في كل مكان. أمننا القومي في مصر يمثل بشكل مباشر من الموقف في ليبيا. ليبيا والسودان بالنسبة لنا أمن قومي، دي حدود مباشرة، ده عمق استراتيجي لينا في ليبيا وفي السودان. احنا مصلحتنا ان يبقى في استقرار في ليبيا، احنا مصلحتنا ان يبقى في حكومة شرعية في ليبيا، احنا مصلحتنا ان يبقى في وحدة للأراضي الليبية، احنا مصلحتنا ان إرادة الشعب الليبي هي تبقى الإرادة النافذة والحاكمة للموضوع في ليبيا. الرئيس بيتحدث في غير مرة في أكثر من مناسبة عن الوضع في ليبيا. ربما هناك من يعني لا يفهم ولا يريد أن يفهم بأنه الموضوع لن يمر كما يخطط له المخططون.